مظلومة يا زهرة، 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 مظلومة يا زهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وتلفتت عيني، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول، تلفت القلب أيا منزل الأحباب، ما لك موحش بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا رب على أحبتي بعده، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل فرد من رفاقته إلفي. وشحت على النزر القليل نفوسهم، فما كان فيهم من كريم ولا عفي. وجاءت إلى الكرار تشكو اعتظامها، ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف، وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي، إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها يا بالضر مسودة الكتف. يا دار يا دار ناغيني وناغيج، كانت بدور ومزهر عليك، والساغرة والبي الناعيج. يا دارهم يا دار فاطم، يا دارهم كنت زهية وكانت قناديلك ضوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ركبت الحياة الدنيا على أساس الامتحان والاختبار، وعلى أساس يجب أن أذكر ثلاثة أشياء سريعة هالشكل أتركها بصفة سؤال أو أي شيء، فأتركها في ضمائركم وخواطركم تتحرك، بعدين نشوف الإجابة عنها في خلال المحاضرة، أو ما في إجابة تبقى عندكم تفكرون فيها، لأن هذه الأشياء اللي راح أذكرها لكم الآن أحبتي تفتح بوابة واسعة للبحث عن الزهراء روحي فداها، وعن أهل البيت، وعن صاحب المصيبة اليوم السيد المحسن صلوات الله وسلامه عليه. والمحسن له مكانة ومنزلة كبيرة ما يحتاج الإنسان يقول شيئا عنه. إذا واحد يريد أن يتأكد من هذه المنزلة يقرأ التاريخ، ويقرأ ماذا مر على فاطمة وماذا جرى عليه. أذكر لكم الأشياء الثلاثة بصورة سؤال، لاحظوا أحبابي، دائما أنتم تعلمون
أن التضحية تكون من الأدنى إلى الأعلى، يعني واحد يضحي بسبيل شخص أعلى أو هدف أعلى. هذه واضحة ولا مش واضحة؟ أنت تضحي شيء يوجد أعلى فتضحي من أجله. الآن لاحظ المسألة، هذه اللي أقول أنا أطرحها بصيغة سؤال عليكم وتبقى، لأني أنا أول مرة أذكرها على المنبر، هي تحتاج إلى بحث وأعتمد على ثقافتكم ووعيكم. أنتم لاحظوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وخصوصا عندما تدخل في قضية الخمسة أصحاب الكساء وتصغي بسمعك وعقلك وقلبك للقضية، لأنه الحياة قلت ركبت تركيبة أنها امتحان وابتلاء. الإمام الحسين سلام الله عليه، الآن ما وصلت إلى الثلاث أشياء، هذه مقدمة اسمعوها. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عنده الاسم الأعظم، بل عنده 72 حرف من الحروف التي يخرج بها الإمام صاحب العصر والزمان ويغير الوجود، كل الوجود. لكنه لما وقف الإمام الحسين يوم عاشوراء يتحدث أمام جيش قوامه على أقل تقدير 70,000، ولا القضية أكثر. هؤلاء ما كانوا يصغون للحسين، يعني الآن لله المثل الأعلى، أنا أتحدث وأنتم أحبتي وإخوتي وأولادي، أتحدث معكم وأنتم تصغون لأني أنقل لكم جواهر ودرر من أهل البيت. أتصوروا الإمام الحسين سلام الله عليه يقف يوم العاشر يخطب، هؤلاء ما كانوا يسمحون للإمام الحسين أن يتكلم، يعملون ضوضاء وجلبة، وقسم يجعلون أصابعهم في آذانهم لما تقرؤون السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. انتبهوا، الإمام الحسين في زيارة وارث، لاحظوا الإمام الصادق في زيارة وارث يبين لكم أن الإمام الحسين هو حمل مواريث الأنبياء، ليس فقط مواريث الأنبياء بل كل مصائب الأنبياء حصلت عند الحسين سلام الله عليه كقطرة في بحر. نوح كان يتكلم، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما الذي كانوا يصنعون؟ إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم، يعني حتى ما كان يتطلعون إلى نوح، وأصروا الكره والحقد في قلوبهم ضد نوح، وأصروا واستكبروا استكبارا. فالإمام الحسين لما تقرأ السلام عليك يا وارث نوح، عنده موقف نوح أيضا، نوح كان يخطب ما حد يسمع، الإمام الحسين يوم العشر كان يخطب السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، مواريث الأنبياء عند الإمام الحسين وعند آدم، لكن آدم فجع بولده هابيل، والحسين سلام الله عليه فجع بولده علي الأكبر. فأول مصيبة حلت في الأرض هي مقتل شاب اسمه هابيل. ومن الذي يقتله؟ أخوه يقتله، أخوه يقتله. هذه الأمور لاحظوها أحبتي، الإمام الحسين كان يملك الاسم الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا قاله النبي حال بين المشركين وبين المسلمين، هذا الاسم عند رسول الله كان يوقف السهام التي تأتي من المشركين إلى المسلمين. الإمام الحسين بهذا الاسم وبأسماء أخرى كان بإمكانه أن يوقف هؤلاء يشير إليهم، وهذه القدرة التي عند الحسين وما استعملها يوم العاشر، شوفوا استعملتها السيدة زينب، استخدمتها في الكوفة، أومأت إلى الناس، ما قالت لهم اسكتوا، راح لاحظوا الرواية، أومأت إلى الناس أن اسكتوا، هذه أن تفسيرية، أومأت يعني استخدمت الولاية التكوينية عندها، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. على أي أساس؟ هؤلاء كانوا في الحرب وكانوا يحاربون الحسين، ارتدت أنفاسهم ليش؟
هم اللي ما احترموا الحسين وقطعوا رأس الحسين الآن يحترمون السيدة زينب. استخدمت السيدة زينب هذا الاسم الأعظم فارتدت الأنفاس، يعني ما يقدر الإنسان حتى يرفع صوته بنفسه وسكنت الأجراس. أنا قبل سنوات طويلة كنت أقول كان الواحد منهم يمسك الجرس المعلق في عنق الراحلة، بعدين لاحظت لا، أهل البيت يذكرون المسألة أكبر من أن يمسك الجرس، هو الجرس بنفسه يتعطل. فهذا كان عند الإمام الحسين. ليش أبو السجاد ما استخدمه يوم العاشر؟ شوفوا أحبابي، نحن في عصر نحتاج إلى أن نتأمل أكثر، نحتاج نتأمل الأمور. شوف، لأن تكليف الإمام الحسين سلام الله عليه أنه بأبي وأمي يتقبل المصيبة بكل أبعادها، هذه المصيبة التي كانت تقع على رسول الله صلى الله عليه وآله وتنزل ملائكة من السماء لنصرة النبي. أنتم تقرؤون في سورة آل عمران وغيرها والسور الأخرى والتوبة كيف نزلت الملائكة 5000 و3000 و8000، هؤلاء أنفسهم الملائكة نزلوا عند الحسين بقيادة جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وأجوا عند الإمام الحسين. الآن دخلت بالأشياء، اسمعوها أحبابي، وقالوا للإمام الحسين نحن بخدمتك يا ابن رسول الله. قال لا، دعوني وحدي، هو اللي يقول ألا هل من ناصر ينصرني، بس يريد الأمور طبيعية. الآن نزول الملائكة ليس أمرا طبيعيا، هذه معجزة، فالإمام الحسين سلام الله عليه يريد الأمر طبيعي يكون يمشي هكذا. رئيس الجن اللي كان في كربلاء وعنده 150,000 وإلى سنوات بعيدة كان آبائنا والله يرحم الشيخ الكعبي كان يقولون، وإلى الآن بعض الكبار كبار السن في كربلاء يقولون في شارع العباس كان هناك بيت اسمه بيت شيخ الجن. هذا بيته شيخ الجن، يعني مو البيت مسكون، هذا كان من الصالحين. سورة الجن موجودة في القرآن، احنا إذا نسمع الجن نصور أنهم يعني غير صالحين، لا، الجن اللي هم يصلون ويصومون وشيعة ومؤمنون لهم سورة. فهذا جاء إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، قسم يقولون أن اسمه جعفر وقسم يقولون اسمه زعفر. جعفر قال سيدي يا أبا عبد الله، في آخر لحظة الإمام الحسين يودع العائلة والبكاء والواعية ترتفع إلى السماء، وهذا رئيس الجن جاء إلى الإمام الحسين وقع على أقدامه قال سيدي ائذن لي، إن لي قوما عندي جنود وجيش في هذا الوادي 150,000 نحن موجودون. الإمام الحسين قال لا. قال لماذا؟ اسمع، أنا أريدك تكون لهالقضية تلتفت إليها حتى تعرف من هو الحسين. رئيس الجن قال سيدي لماذا ما تسمح لنا نصرك ونحارب وذولا نقتلهم نبيدهم إبادة كاملة؟ قال لأنكم ترونهم ولا يرونكم. شفت؟ لأنكم ترونهم ولا يرونكم، فما دام ما يرونكم إذن المعركة ليست متكافئة، إذا يشوفوكم نزلوا قاتلوهم، بس هم ما يشوفوكم، أنتم ترونهم هم لا يرونكم. ألا لاحظوا أحبتي، فالتضحية دائما تكون من أجل الشيء الأعلى. الآن هذا الشيء إن شاء الله تتحملونه مني، يتخلوا عندكم تفكرون فيه الليلة، واحد يجلس يأخذ له ورقة وقلم يكتب. الآن نحن عندنا الدين، فنقول الإمام الحسين سلام الله عليه قتل من أجل الدين، كلام صحيح ما في إشكال، قتل من أجل الصلاة أيضا صحيح، لكن أنتم تأملوا لحظة واحدة معي، الدين أساسا يكتمل بهم. اليوم أكملت لكم دينكم بولاية أمير المؤمنين،
أكملت لكم دينكم. علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يكمل الدين، الإمام الحسن سلام الله عليه يكمل الدين، الإمام الحسين يكمل الدين. إذن هم كمال الدين، الدين يكتمل بهم. هسه أنا بعد ما أفرع السؤال، لا التفتوا، في زيارة عاشوراء وفي زيارة الأربعين، هذا الشيء الرابع الآن اللي أقوله لكم، في زيارة الأربعين الإمام الصادق سلام الله عليه يزور جده الحسين سلام الله عليه ويقول في الدعاء: يا رب إلهي، عن الإمام الحسين: وبذل مهجته فيك، وبذل الحسين فيك يا ربي، لاحظوا، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هاي في زيارة أربعين. طيب الآن تمشون معي في زيارة عاشوراء، إن شاء الله كلكم تزورون عاشوراء، لما تسجد على التربة وتقول الدعاء: اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك، بعدين تطلب أنك تكون من أصحاب الحسين، لك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين، بعدين لاحظوا الدقة، مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين، اسم الإمام الحسين يتكرر ما يعيد الضمير، يعني كان يمكن مع الحسين وأصحابه وأولاده، شو الضمير؟ لا، الله تبارك وتعالى زيارة عاشوراء حديث قدسي من الله رب العالمين، حتى الضمير يرفع عن الحسين، يجعل اسم الحسين هو الحاكم على كل شيء، مع الحسين وأصحاب الحسين وأولاد الحسين. تأملوا العبارة الآن ماذا يقول؟ تقول أنت: الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. في زيارة الأربعين ما يقول الإمام الصادق أن الحسين بذل مهجته من دون الدين أو الصلاة، يقول: بذل مهجته فيك، أيضا ما يقول من دون الله، تأملوا العبارة، يقول: بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وفي زيارة عاشوراء أصحاب الحسين ما يقول بذلوا مهجهم في الله، لا، لأنك أنت عندك إمام، لازم من خلال الإمام تروح لله، فيقول: بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أحبابي لاحظوا، نحن في مدرسة كلها ثراء، فكر عميق. أنا الآن هذه أسئلة ما جاوبت عنها، راح أتركها هكذا، يمكن إذا صار مجال خلال الكلام أجيب عنها، أو أتركها عندكم لأنها تحرضكم على التأمل والتفكر، تخليكم تفكرون أكثر. ما الفرق بين الإمام الحسين يكون وبذا، وهذا كلام معصوم، رواياتكم تأخذوها من أهل البيت، اللي ينقلها معصوم حبيبي، إمام معصوم، يعني الكون كله أمام المعصوم منفتح، لا تخفى عليه خافية، الله أعطاه هذه القدرة، المعصوم ما تخفى عليه خافية في الوجود، لأنه ليس هو مثلنا وليس مثلنا. إحنا الآن إذا واحد يحكي معك، اثنين ثلاثة يحكون معك، الدوخ ما تركز. الإمام يسمع كل لغات العالم في نفس اللحظة، ويسمع تسبيح الملائكة في العرش وتسبيح النمل في الأرض في لحظة واحدة. الإمام غير شيء يا حبيبي، شيء آخر مختلف. لازم نهيئ نفوسنا حتى نعرف، ما نعرف، لا نعرف الجو العام للإمام، وإلا الإمام من يعرف الإمام؟ الإمام عجيب حبيبي. لذلك أنت لا تصل إلى الله إلا من خلال إمامك. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. شنو معناها حبيبي؟ يعني حتى لو يقعد يقرأ قرآن ويختم ويصلي ويبكي ويدعو، ما عنده إمام ما يوصل لله، ما يوصل. الله يقول لك: هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هو الإمام. من دون إمام ما ممكن تصل إلى الله، مستحيل، لأن الله جعل لكل شيء باب، وأتوا البيوت من أبوابها. وإذا كان الوصول إلى الله من دون إمام، فمعناه كل الناس يصلون إلى الله، ما يحتاج الإمام صاحب العصر والزمان. لماذا؟ فأحبتي لاحظوا الدقة في التعبير، لاحظوا الدقة أحبابي،
أعود أيضا إلى كلمتي فأقول لكم أن الدنيا دار اختبار وامتحان. الآن نحن ما نسمع شيء، لو قدر لك أن يكشف الله عن سمعك، هذا السمع جهاز متقدم في المسؤولية، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعك مسؤول، في مسؤولية عليه، هذه الأذن فيها مسؤولية كبرى. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فنلاحظ هذا المعنى أحبتي، أقول الدنيا دار امتحان واختبار. شوف الأمور هالشكل واضح. الآن توجد موجة وأنتم لاحظيها، موجة موجودة وخصوصا في أوساط شباب الشيعة في العالم، لأن يروجوا لها الأعداء أنه أهل البيت. لماذا أنتم تغالون في أهل البيت؟ ليش تغالون فيهم؟ ما معنى هذا التقديس؟ حتى الرسائل التي تصلني أقرأها هكذا، هذا التقديس كثير لأهل البيت. سبحان الله، ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يقدس حجر. وأنت رايح لأهل البيت حجر من هل؟ حجر. الآن هذا الحجر اسمه حجر، سواء جاء من الجنة أو من العرش أو من الأرض، اسمه حجر. وصار هالحجر هذا أسود من ذنوب الناس، لكن هذا الحجر الأسود الله يقدسه ويعظمه ويعظمه، ويريد منك أن تعظم هذا الحجر. ليش ما تتفكرون بالحجر؟ تجون أهل البيت تقولون أهل البيت لازم ما نعظمهم، لماذا نقدسهم، لماذا نرفعهم؟ ما هو حجر موجود بالكعبة، الله يقول لك لازم تقدسه وتعظمه. فتجي للزهراء ما تعظمها، أمير المؤمنين ما تعظمه، كل شيء في الوجود في الإمام. يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اتأمل العبارة، وأمير المؤمنين يقول أنا والله الإمام المبين. الآن مع الأسف بعض المفسرين يقول الإمام المبين القرآن، ما يقول هو إمام مبين. إمام مبين أنت خلفه، وهو خطيب يبين لك ويدعوك إلى الحق. زين، هذه موجودة أحبابي، هذه موجودة. اليوم في ناس خابروني من برا، قالوا في أستاذ جامعي هالشكل تكلم كذا، وقال لماذا أنتم إذا جاءت أيام الفاطمية تقدسون الزهراء وكذا؟ الزهراء إنسانة طبيعية مثل سائر بنات المسلمين. قلت له هذا جهل. البلد سميت الآن ما أحب أذكر اسمه، قلت له هذا جهل كذائي، يعني خلاص هذا البلد، ذاك البلد اللي أنت تكلمني من عنده، في ناس جهلة ما يفهمون. الآن هذا داخل في الجامعة، يعني داخل في الجامعة حبيبي شنو المسألة؟ هل هو عنده معرفة في مدرسة أهل البيت؟ أنت شوف الأشخاص اللي ينفخوهم ويوصلوهم إلى درجة عجيبة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، الله، شيخ الإسلام. فتجي أنت تقرأ كتاب عنده اسمه المنهاج، كتبه ضد العلامة الحلي. هذا المنهاج كتبه ضد العلامة، لأنه هو كان معاصر للعلامة الحلي قبل 800 سنة. هذا العلامة الحلي العظيم اللي سبب تشيع إيران كلها، تشيعت على يده هذا الرجل. وكان يكتب في اليوم والليلة ويقرأ ويدرس 22 ساعة، هذا العلامة الحلي، وهو رايح من الحلة إلى كربلاء لحضور زفاف ابن أحد العلماء الموجودين هناك. في الطريق كله ابنه، لما رجع ابنه المحقق قال أنا لا أصلي خلفك يا والدي. قال لماذا يا بني؟ أنا أرتاح لما أشوفك أنت بالصف الأول تصلي، هذا وجهك النوراني. قال لأنك ذهبت إلى كربلاء ورجعت، أمضيت 3 أيام لتحضر حفل زفاف زواج، أنت مسؤول أمام الله، ماذا صنعت بهالأيام الثلاثة؟
يقول مد يده في جيبه فاستخرج كتاب التبصرة مع الفقه. قال أنا هذا الكتاب كتبته رواحا ومجيئا، وأنا رايح الكربلة وأنا على الدابة أكتب، ورجعت أكتب. يقال في رجوعه كتب كتاب التذكرة، لأن التبصرة للطلاب والتذكرة للمجتهدين، التفت؟ فراجع قدم كتابين إلى ولده، قال هذا كتاب وهذا كتاب، أنا مشيت من الحلة إلى كربلاء أكتب. وماذا يكتب؟ يكتب فقه، تعرف يعني مسائل فقهية. ورجع كاتب التذكرة، التذكرة طبعا مستواها عظيم، لا يغوص في أعماقها إلا المجتهدون، إلا العلماء الكبار. هكذا كان هذا ابن تيمية كتب المنهاج ضد هذا الشيخ الجليل. هذا ابن المطهر، ابن تيمية كان يسميه ابن المنجس، ناقل الكفر ليس بكافر. الآن تعال شوف حبيبي، فذاك اليوم أنا هذا كتاب المنهاج من زمان قرأته، أيام كنا في كربلاء قبل أكثر من 40 سنة، وبعد ما رجعت لي. شفت هذا شلون إنسان، سبحان الله. على كل ذاك اليوم واحد من الأساتذة جايب الكتاب، قال لي أنا في أحد أئمة المساجد عندنا احترم هذا الشيخ وقال لي انظر إلى آرائه، عند آراء متقدمة، آراء كلها اختراع وابتداع بالأفكار. سبحان الله، فتحت الكتاب الشيخ على رزلي، يعني ما أقصد شيء. هو بعدين فكرت، قلت أنت من أين ما تفتح الكتاب هو في مصيبة. فتحت الكتاب وإذا يتحدث عن المباهلة، قلت له إيه عظيم عظيم، تعال تعال تعال، يتحدث عن المباهلة شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة، قرأوه شوفوا المنهاج، يتكلم عن المباهلة. بعدين قال هذه الكلمة، أنا لاحظت كلامه اعتراف على الله، لأنه المسألة واضحة في المباهلة، فمن حاجك فيه، يعني في عيسى بن مريم، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يعني الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم، الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، وأنفسنا وأنفسكم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيعلق عليها ابن تيمية هنا، اسمع شوف هذا شيخ الإسلام ماذا يقول، وإذا به يقول هذا الأستاذ واقف. قلت له تعال فسر لي هذا الكلام شنو معناه. فينتقد النبي أنه لماذا أخرج الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وأمير المؤمنين، ليش أخرج؟ ما أنت شايف نص في القرآن الله يقول أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال والله لو أخرج معه الشيخين أبا بكر وعمر لكان خيرا له وأفضل مما أخرجه معه من علي وفاطمة والحسن والحسين. قلت له الآن، قلت له أنت أستاذ في الجامعة، أنا ما أتحامل ضد ابن تيمية، ما عندي شيء معه، ما له شغل فيه، لأن خط هذا موجود معادي لأهل البيت، مرة يكون ابن تيمية، مرة يكون عمر بن سعد، مرة يكون حرملة، أي واحد من هؤلاء. لكن أقول له أستاذ بالله عليك، أنت لاحظ في نص في القرآن الله يأمر نبيه أن يخرج، يقول أبناءنا وأبناءكم، يعني إذا أخرج الشيخين فيحلون محل الأبناء، يعني الشيخين يحلون محل الأبناء، وفي أبناءنا وأبناءكم، بعدين نساءنا ونساءكم، من يحل مكان فاطمة الزهراء سلام الله عليه، ومن يحل مكان أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ إذن لاحظوا أحبتي، هذا مستوى. لماذا؟ لأنه ترك خط أهل البيت، لما ترك المدرسة هذه راح وقع هناك. الشيء الرابع اللي ما وصلت إليه، لاحظ في إحدى القنوات، وما أحب أجيب اسمها أسوي دعاية، في إحدى القنوات هذه المعادية لأهل البيت من القنوات الآن الفضائية، أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، هذه السيدة زينب تتحدث عن اليوم، فطالع هذا الشيخ يضحك يستهزئ، يقول شوف
يقول أنتم تقولون أن أئمتكم يعلمون الغيب، يمكن أن تسامعين هذا الكلام، فإذا يعلمون الغيب كيف يسمحون لمثلا ابن ملجم يقتل الإمام علي؟ إذا الإمام علي يعلم الغيب ليش ما قتل ابن ملجم؟ هذا كلام الجاهل، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه أجاب على هذا السؤال. واحد قال له في الكوفة، قال سيدي هذا قاتلك؟ قال نعم. قال لما لا تقتله؟ قال يا سبحان الله، تأمروني أن أقتل قاتلي؟ إذن فمن يقتلني؟ إذا ما تتسرعون في القضية تأخذون علم غزير منها. إذا واحد يسرع يقول إذن لا واجب على ابن ملجم يقتل، لا، الإمام ما يقصد ابن ملجم بالذات. إذا الإمام يقتل ابن ملجم يعني يقتل قاتله، صح ولا مو صحيح؟ فإذا يقتل قاتله، شوف الإجابة انتبه إليها، إذا الإمام أمير المؤمنين يقتل قاتله يعني كل واحد في الوجود يريد أن يقتل أمير المؤمنين الإمام يقتله، صح ولا مو صحيح؟ إذن من يقتله؟ الآن عرفت المسألة؟ فإذا صارت المسألة هكذا، فالله سبحانه وتعالى مباشرة أي واحد ظالم يقتل رب العالمين ويتخلص منه. إذن أين الثواب والعقاب، وأين الامتحان، وكيف تعرف درجات الناس؟ لاحظوا المسألة كيف. لذلك الحياة أحبتي امتحان، والامتحان يكون عظيم على الإنسان العظيم اللي يفهمه ويعرف هذا الامتحان كيف يمشي فيه. أما إذا إنسان لا ما يعرف هذه الأمور يبقى يطرح إشكاليات، وهذه كيف تكون وذيك كيف تكون، وتعال شوف، حتى تصل إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فتلاحظ هذه الأجواء التي تحيط بك. بعدين يحاولون حتى البكاء على الزهراء وأهل البيت يقلصوا. الآن أيضا هذه من المحاولات الماشية، أنه لا تبكون يا شباب، الصرخة لماذا الصرخة؟ ابكوا بكاء حضاري، يعني هالشكل اجلس وابكي بهدوء. زين، من اين جاءت هذه الامور؟ ما تعرف ما المقصود وراءها. حتى ذاك اليوم سمعت خطيب في صحن الامام الحسين يقول للناس اسمعوا، الله يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، والنبي صلى الله عليه واله يقول حسين مني وانا من حسين، إذن لما تجون الزورون لا ترفعوا أصواتكم عند الحسين، لا تصحون يا حسين يا حسين، هذا غلط. هو الخطيب يقول هو في صحن الحسين. فأنا بعدين التقيته والتقيت به، قلت له شيخنا الجليل، أنت تقول لا ترفعوا أصواتكم عند الحسين، فما تقول بحج مصطفى المؤذن عند الحسين اللي يرفع صوته ويصيح الله أكبر، تقول له نزل صوته ولا يرفع صوته؟ فما تقول بالتلبية لبيك داعي الله، لبيك التلبية لازم صوتك العالي، ما تقول بالواعية، ما تقول بالسيدة زينب لما تنادي يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. السيدة زينب لما وقفت على التل الزينبي كانت تنزل صوتها، انت تقول على المنبر لا ترفعوا اصواتكم، سيدة زينب على التل الزينبي نزلت صوتها، خفضت صوتها ولا صاحت ابن أمي يا حسين؟ فسكت. قلت له شيخنا هذا هو أول الانحراف على المنبر، نخلي الناس ما يعرفون شيء. وبعدين التفتت إليه قلت له والله ذول الحزبيين الآن اللي موجودين يشوفوك يملؤون فمك بالذهب، هم يبحثون عن هذا يردوها من الله حتى يمنعون لك هالمواكب هالكذا، ويفكرون الآن ليل نهار يخططون كيف هالمواكب هذه نمنح، كيف هذه ركضة طويريج نتخلص منها، شنو هذا 20 مليون يجول للحسين، وحق الحسين أكثر من 20 مليون، الآن اللي أعلنوا قالوا 14 مليون، كل العراق راح الكربلة، البيوت بقت فارغة ما فيها أحد. هذا المنظر يغيظ هؤلاء أحبتي، ولاحظ يخططون كيف ماذا يصنعون. فإجوا إلى منبر الإمام الحسين ضربوا،
منبر الإمام الحسين منعوه من البث المباشر. منبر الحسين. وهذا القرار أنا في العمارة قلت هذا القرار هو قرار يزيد ابن معاوية. ملتفت كيف؟ بس الآن أقول لكم شيء، عمر بن سعد أول من رمى الحسين بسهم، هذا الذي صدر قرار منع المنبر الحسيني وضرب الحسين. لو كان يوم العاشر موجود كان قال لعمر بن سعد اتنحى عني أنا أضرب الحسين برمح مو بسهم. أنتم تتأملون شباب، أنا أريدكم تلتفتون أحبابي، منبر الحسين عندما يمنع من البث المباشر يعني شنو؟ يعني نفس الصورة يوم العاشر الحسين يريد أن يخطب ما كان يسمحون له يخطب، نفسها موجودة الآن، ما يخلوك تطلع بالفضاء، صوت الحسين لازم ما يطلع بالفضاء. واللي أغرب من هذا السكوت، ما في أحد يتكلم أبدا ولا أحد يحتج ولا أحد يتصل بالمراجع بالفقهاء بالناس بالرموز يقولهم ليش ساكتين عليه، من ساكتين أنتوا تسكتون عن الحسين؟ وهذا مشوء الآن، القرار ماشي إلى هذه اللحظة، القرار ماشي في الروضة الحسينية المقدسة، في الروضة العباسية المقدسة، في الروضة العلوية الحيدرية المقدسة، في الروضة الكاظمية المقدسة، ممنوع المنبر يطلع للفضاء، ممنوع الآن، ممنوع خلاص. تريد تسجل يسجلون لك تسجيل، بعدين كاتبين بالقرار يعرض على المونتاج. شنو تعرف المونتاج؟ المونتاج يعني هاي المصيبة اقطعها، هاي الكلمة تروح، هذه كذا، فيقدمون محاضرة مطعنة مطبرة مقطعة مشوشة للناس. هذه ضربة والله ما ضرب الإمام الحسين بهذا العقد الأخير مثل هذه الضربة أحبابي، ضربة قاضية. لذلك لازم واحد يتحدث، لازم واحد يحكي يتكلم، أنتم المثقفين لازم تتحدثون حتى يسقط هذا القرار، حتى يسحب ويعتذر من الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه هذه مصيبة حقيقة، مصيبة كبيرة. الآن راح يعمموه على كل العراق، وبعد العراق يطلع برا بالخارج أيضا، لأن من هناك ينطلق، فإذا انطلق من كربلاء والنجف والكاظمية خلاص في كل مكان يمشي. فمن هنا أحبتي تلاحظون المسألة، أنه الزهراء سلام الله عليها ومصيبة الزهراء روحي فداها، وهاي الفاطمية إجتكم وتنتظرون أمكم الزهراء، هنيئا لكم يا شباب، حاولوا أن تظهروا صوت الزهراء وبكائها إلى كل العالم، لأنها قبل أن تخطب دخلت المسجد جلست أنت أن فجرت المجلس بالبكاء الزهراء سلام الله عليها. وإلا ما الذي حصل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وقتل مسموما، وابنته فاطمة شابة في مقتبل العمر في ريعان، حوراء إنسية، هي حوراء من الجنة تتفجر صحة وحيوية ونشاط وقوة ما فيها شيء، مرة واحدة بعد وفاة أبيها هذه البنت الطاهرة الطيبة صارت ما تقدر تفرش فراشها، تقول للفضة افرشي لفراشي يا فضة، ما كانت تقدر تحمل مخدة وسادة، ما كانت تقدر تحمل. ما الذي حصل أحبابي؟ شوفوا تأملوا، أمكم الزهراء مظلومة أحبتي، الآن ظلامتها أكثر، لأنه ناس مهيئين أنفسهم لضرب الزهراء سلام الله عليها، للتشكيك في مظلومية الزهراء. شوف أنت إذا عندك إنسان عزيز واعتدي عليه ضرب، إذا تسمع واحد يشكك بهذه الضربة تتألم، أنت تتألم. كيف؟ هي الزهراء روحي فداها، قالت يا علي لا تصلي علي أمة نقضت عهد الله وعهد رسول الله
وعهد أمير المؤمنين بعلي علي. يا علي إذا أنا قضيت نحبي غسلني وحنطني وكفني ببقية حنوط أبي رسول الله. يا 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 هذه يقولوا لك هالليالي بيت الزهراء هكذا ما في ضوء ما في نور. يا علي وعفي موضع قبري وتعهد قبري وتعهد قبري بتلاوة القرآن. يا أمير المؤمنين فإن الميت يأنس إذا قرأ القرآن على قبري. يا علي يا علي أوصيك بالحسن والحسين لا تصح في وجههما فإنهما سيصبحان يتيمين منكسرين. بالأمس فقد جدهما رسول الله واليوم يفقدان أمهما فاطمة. كانت تقول للحسن والحسين تحتضنهما على صدرها فاطمة روحي فداء لتراب أقدامك. تقول لهما أين أبوكما الذي كان يحملكما على صدره؟ أين أبوكما الذي كان يدخل عليكما من هذا الباب ولا أظنه يدخل عليكما مرة ثانية؟ ثم توجهت إلى أبيها رسول الله تشكو حالها وتجري دموع عينيها. قال سليم قلت يا سلمان هلا هلا بك هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ فقال إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري. لكنها لاذت وراء الباب إلهي أنت تعلم أن مريم اتخذت حجابا دون أهلها لما نظرت إلى جبرائيل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هل دخلوا يا سلمان ولم يكن استئذانوا؟ فقال إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء. هاي آخر ساعة من الجمعة ها الزهراء تنتظر هذه الساعة للدعاء. ليس على الزهراء من خماري لكنها تصيح أيا فضة أسنديني فقد وربي أسقطوا جنيني. وأسقطت بنت الهدى وحزنايا جنين هذاك المسمى يا محسن.
حسينة. عمي أحبابي السقط إذا اكتمل 4 أشهر حلت به الروح، فإذا أسقطته أمه هنا وجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه وتصلي عليه. أنتوا أحباب الزهراء أسألكم، المحسن كان هكذا تجري عليه الأحكام أم أنه قتل شهيدا ولا يكفن ولا يغسل؟ هاي مسألة فقهية أسألوا فيها العلماء يا شباب، أسألوهم. السيء المحسن السقط هل هو شهيد لأنه عمره أكثر من 6 أشهر؟ بعض الأخبار كان مكتمل الخلق بأبي وأمي، لكن شلون وقع؟ بأي صورة؟ قالت أبتاه يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من فلان وفلان وفلان، لقد ظلمونا ومزقوا كتابي الذي كتبه أبي رسول الله وردوا علي شهودي. من شهودك يا سيدتي؟ قالت وشهودي جبرائيل وميكائيل وأمير المؤمنين علي وفضة والحسن والحسين، ردوهم جميعا فناشدتهم بالله. وإذا بالرجل يأتي عند الباب ويأخذ السوط من قنفذ ويضربني على يا زهراء الله لا يحيركم بحياتكم أحبتي. هنا الزهراء كانت حائرة في هذا الموقف، تقول قلت لهم لا تظلمونا حتى انتثنت، ثم لطمني على وجهي وانتثر القرط من أذني، ثم رفس الباب علي وكنت حاملا بالمحسن، فدخلت عضادة الباب في صدري وجاءني، هاي أول مرة أقولها والله، وجاءني المخاض وأنا بين الحائط والباب، فأسقطت المحسن قتيلا مظلوما. يا حدر باب الدار تسمع صرختي وني، وتنهض تحاميني شنو لعوقك عني؟ يا حدر انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد، بيك اهل السما تدري وكل اهل الارض تشهد، وخصمك يوصل لداري وبوجودك يدوس الحد، وانت تشوف يا كرايار يضرم على الباب النار، وجدامك يا حامل جاير بين الباب والحائط صار الرجس يعصرني. عصرني وهشم ضلوعي وصدر عاب بالبسمار، ومحسن يا باب الحوائج سيدي، ومحسن سقط من عندي وانا اصرخ بباب الدار، ودمي من الضلع يجري ودمعي على وليد عبار، اصيح عين والدمع سجاب، يا فضة الصدر من انعاب، ومحسن سقط يم الباب، دقومي لي يا فضة بساعة نلقاع شيل ابني. بعد سيدة تقول لو جايين من ولم صدري وبيدي لازم
سقط من غندي وتجري المحسن دموعي. الله من ضرب الغصا ما ضايا الحال لها ولا ضل حال. لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل. غسلها على بيده وشيعها ودفنها بليل. في الوجود يبكي على الزهراء أحبتي، كل شيء في الوجود يبكي على الزهراء. الملائكة تبكي والله، وحق هذه الساعة آخر ساعة من يوم الجمعة اللي الزهراء كانت تقول لفضة انظري إلى قرص الشمس وانظري إليه الدعاء مستجاب. احنا هذا دعاءنا، دموعنا على الزهراء، دموعنا عليها. يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الماتت وتصرخ يضلغي. لما دفنها أمير المؤمنين قال كلمتين، كلمة خاطب الله، قال اللهم اشهد أني راض عن ابنة نبيك. ثم قال اللهم إنها هجرت فصلها، اللهم إنها أوحشت فآنسها، اللهم إنها ظلمت فخذ بحقها يا رب العالمين. ثم قال كلمة أخرى لرسول الله، السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي. ثم قال يا رسول الله فأحفها السؤال واستخبرها الحال. ومن كلام أمير المؤمنين وهو أبو البلاغة والفصاح يقول يا رسول الله فأحفها السؤال، يعني شنو؟ يعني الزهراء كانت ما تريد تخبر أباها بما جرى عليها، لذلك يقول له فأحفها السؤال واستخبرها الحال. فكم غليل معتلج لا يجد سبيلا إلى صدرها. يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. ثم قال كلمة عجيبة أحبتي، قال أما حزني فسرمد، يعني إلى أبد الأبد الإمام أمير المؤمنين حزين على الزهراء. لذلك عمار لما قال له بعد 30 سنة من مقتل الزهراء قال سيدي يا أمير المؤمنين ألا تختضب، هذا خضاب. قال يا عمار نحن في عزاء في حزن. قال علي من سيدي؟ قال على فاطمة، احنا حزننا على الزهراء ما ننساها. تقل له ونعشي يا ابن عمي من تشيل نص اللي اريد يصير شيل، وعلي تراب قبر منتهيل القبر لا تخلي رسم يظهر. لما رجعت السيدة زينب من كربلاء إلى المدينة أول قبر ذهبت إليه قبر أمها فاطمة، لأنها تعرفها. جلست عند قبرها أمها فاطمة تسأليني عن عزيزك الحسين. أفاطم لو خلت الحسين مجدلين وقد مات عطشانا. هاي الأبيات اللي أنا مأمور بها، بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أقرأ لك الأبيات حافظها أمتي. ها أنا الوالدة والقلب لفان ودور عزبني وين ما تشان، أويلاه أويلاه غلبني المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان.
الله يبارك فيكم، الله يحفظ هذه الدموع والعبرات. والله لقد بكى لبكائكم ملائكة العرش، هاي الأخبار اللي موجودة. ولا شك أن الزهراء معنا، صاحب الأمر معنا. أحبتي بسم الله الرحمن الرحيم، خلوا على هالظلمة هاي، لا تفتحون الضوء وإحنا نقرأ الدعاء. هذه آخر ساعة من يوم الجمعة، حضروا حوائجكم بحق المحسن السقط المظلوم، الله يقضي حوائجكم كلها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الدعاء يا أحبتي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، عشر مرات أحبتي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اقرأوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا حافظ لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات. مظلوم يا
مظلومة يا زهرة، 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 مظلومة يا زهرة.